نمر إلى السؤال الموالي، سؤال حول النقص في الموارد البشرية للسيدة والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضع السؤال. مشكورا. السيد نائب تفضل. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير المحترم، يعرف القطاع الصحي ببلادنا نقصا حادا في الموارد البشرية، سواء الأطباء المتخصصون أو الأطباء العامون أو الممرضون أو حتى الأطر الإدارية. وعملت مقاطعة الفداء مارك السلطان نموذجا تعتبر من العمالات التي تعاني من هذه الظاهرة في مختلف المستوصفات، بل حتى المراكز الصحية الكبرى مثل مستشفى الملازم بوافي. لذا نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات التي تعتزم وزارتكم القيام بها لمعالجة هذه الإشكالية، وشكرا. تفضل السيد الوزير للجواب على السؤال. شكرا السيد النائب. الوزارة ما كتدخرش الجهد باش توفر الموارد البشرية، وقلت بأنه كنحاولوا 80% نصيفطوها للمناطق اللي ما عندهمش، يعني العالم القروي، المناطق الجبلية، لكن ما كنساوش مدن كدار البيضاء بطبيعة الحال. 2016 و2017 تعطات ثلاثة المناصب لهذه المقاطعة اللي هي مقاطعة عملت مقاطعة فداء مر السلطان، ثلاثة المناصب الأطباء سنويين زائد ستة المناصب ديال الممرضين. يمكن نقول بأن فعلا عدد الممرضين قليل، لأن تقريبا عندنا 2.1 ممرض لكل مركز صحي، في الوقت اللي عندنا 2.6 طبيب لكل مركز صحي، فغنعزوا هذه المسألة هذه بالتعاون كذلك مع الجامعات الترابية. العملات المقاطعة فيها تقريبا 403 من الأطر الطبية، وهذا ماشي مسألة اللي قليلة، 38 ديال الأطباء العامون، 98 ديال الأطباء الاختصاصيين، ثلاثة الصيادلة، و11 الأطباء جراح الأسنان، 182 ممرض، و71 إطار تقني. فيما يخص بوافي، سبعة الأطباء عامون، 71 طبيب اختصاصي في مستشفى بوافي، أحد من يعني المستشفيات أعتقد التسع ديال الدار البيضاء أو أكثر. 130 من الممرضين. بطبيعة الحال حنا فيما يخص هذا النقص هذا تنحاولوا باش نشوفوا إعادة انتشار داخل الفضاء ديال الدار البيضاء، لأن كاين عدم توازن على مستوى المقاطعات. ثم كذلك عندنا إشكال اللي مطروح، عدد ديال الملفات الطبية في صف هاد الأطباء اللي كتدرس الآن في يعني إجراءات ومساطر معقدة، وستدوز من اللجنة الوطنيه ديال المجلس ديال الصحه الى اخره. فاحنا كنحاولوا نشوفوا يعني شنو هو الصحيح فيها من عدمه، وبالتالي كاين نوع ديال الصرامه اللي خصو يكون، ولكن كاين واقع كذلك اللي هو لا يرتفع فيما يخص الحاله الصحيه لبعض الاطباء. شكرا السيد الوزير. تعقيب السيد نائب تفضل. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير زميلي في الفريق طرح عليك بسؤال حول النقص الحاد في الاقليم ديال الفداء. هذه راه حاله عامه السيد الوزير، ماشي فقط اقليم ديال الفداء، راه الاقاليم كلها تعاني. الاسبوع الماضي راه كان اضراب ديال الاطباء القطاع الخاص، اليوم كانت تكمل اسبوع ديال الغد في القطاع العام. ولذلك السيد الوزير ينبغي التسريع بواحد مجال ديال الاجراءات اللي مشينا انها تنقص من هذا النقص الحاد. المرسوم اللي حنا كننتظروه سنه هذه، هذا المرسوم اللي كيجمع بين الوزاره ديالكم مع وزاره الداخليه باش تولي توظف الجامعات الترابيه، اين هو هذا المرسوم السيد الوزير؟ هذا غادي يساهم في النقص ديال 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 هذا الموضوع. المساله الثانيه هو ان الاطباء اللي كيتم تعيين في مناصب المايل في السنه، ملي كنمشيو نحيدوا من واحد النصف ديال العدد اللي كيمشيو في لي ريزيدون اللي كيبقاو في سي اش اي، واحد النسبه كتمشي في الممرضين، اش كيبقى واحد 80 طبيب ملي كتوزع على واحد الاقاليم كل 90 اقليم، ما كاينش طبيب لكل اقليم سنويا، وبالتالي ينبغي انكم تبذلوا مجهودات. شكرا السيد النائب. هل هناك من تعقيب اضافي؟